زعما تتناظر قدام سياسي أو قائد رأي أو خبير؟ زعما زعما هو مشروع مبادرة مناظرة جديد في تونس للتوانسة وبالدرجة التونسية. نبدأ بالأطروحة اللي نلقاوها في موقع مبادرة مناظرة، وهي عبارة على سؤال للنقاش وإبداء الرأي. إذا كان عمرك بين 16 و 35 سنة، نجم تعمل فيديو مدة 99 ثانية، يعني دقيقة و 39 ثانية، تبدي فيه الرأي متاعك بدحض الأطروحة أو دعمها، وتقوم بتحميل الفيديو في الموقع. كأي مشارك في مناظرة لازمك تعمل فيديو تطرح رأيك في 99 ثانية، وتعرف كيفاش تستغلب 99 ثانية باش توصل فكرتك وتشد المشاهد. المرحلة الموالية وهي المسابقة اللي تتم عبر التصويت للفيديوهات في موقع مبادرة مناظرة، والتصويت متكون من 50% من عند الجمهور و 50% من لجنة التحكيم المتكونة من صحفيين فنانين ومختصين في المجال. تنجم تقنع لجنة التحكيم إذا تكون واضح مباشر مبدع في الحجج تبسط المفاهيم ومقنع. الستة فيديوهات اللي عندها أكثر نسبة تصويت تتعدى معنا للمرحلة الأخرى، واللي هي البث الحي اللي باش تتم فيها المناظرة مع صناع الرأي، المؤثرين، السياسيين والخبراء في موضوع الأطروحة. زعما الكل تونسي بالتونسي وللتونسي.